السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لو أول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة معانا موقع جديد لربح عملة الروبل لسه في يومه الزيرو. الموقع بيعطيك 100 روبل هدية عند التسجيل و1 روبل في رصيد السحب وفتح السحب ب3 روبل، وبيدي الحالة 20%. طريقة تسجيل في الموقع بتيجي من هنا، بتحط الاسم والايميل والباسورد وعادة الباسورد وتعلم على الشروط وتنقل الارقام دي هنا وتعمل تسجيل كده بقى لك حساب في الموقع. نيجي للدخول، بتحط البريد الالكتروني والاسم والباسورد وتعمل تسجيل دخول. دي واجهة الموقع من الداخل. انا لسه مسجل حالا معاكم، زي ما انتم شايفين انا عندي 100 روبل في رصيد الشراء و1 روبل في رصيد السحب. هنخش على الاحرف من هنا، كلمة الاحرف ديت، وهنختار هنشتري 2 من الشخصية دي. هنشتري 2 من الشخصية ديت، اهو كده. هنفتح السحب برضو ونشوف اذا كان الموقع صادق ولا لا، ونعمله عملية سحب. وهنا في مكافأة يومية اهي، ضافت لنا رصيد الشراء طبعا 16 فضة. ومن هنا رابط الإحالة بتاعك، مسابقة الإحالات والمستثمرين، مكافأة يومية لنصيب، مبادلة. دي بقى كلها حاجات انتوا ايه تخشوا وتعرفوها. لو جينا نسحب، نخش من هنا للسحب، هيقول لك 3 روبل فتح السحب، تمام كده. هنخش على بنك، هنخش على أعلى ما يصل إليه ونودع 3 روبل ونفتح السحب. ونعمل توجيه، هنأكد وبكده تم الإيداع بنجاح زي ما انتوا شايفين كده. هنخش على السحب، هنلاقي الفتح، فتح السحب فعلا، السحب اتفتح. نحط رقم محفظة الباير ونخش على بنك، ودخلنا على البنك الباير هنلاقي هنا اخر حاجة 3 روبل اللي احنا كنا حاطينهم، 3 روبل و3 سنت بعد عمودة الباير. هنخش كده على الموقع وهنعمل طلب سحب ونشوف. لازم تكرر المحفظة عشان تثبت. كده المحفظة ثبتت، كده هنطلب بقى السحب. اهو السحب كده تم يا شباب، ونزل تحت اهو الرصيد. وادي ايه هنا، هتلاقي دي بالعربي هيقول لك تم الدفع، اهو دفع. هنخش على بنك الباير ونعمل ريفريش، اهو 99 سنت بعد عمولة الباير. كده الموقع لسه جديد وصادق، ممكن نشتغل عليه. لو انت مش حابب تودع دلوقتي، ممكن تستنى لما توصل ال3 روبل وتودعهم وتسحبهم على طول، دي حاجة ترجع لك. بس هو بيدينا هنا على الرصيد السحب، يعني لو حطينا 10 روبل هيدينا كميتهم ب20 روبل، حطينا 6 ادينا 600. هنخش على الشراء، هنشتري 6 من ده. كده بقى عندنا 2 من دوت و6 من ده. وبكده اكون انتهيت من الشرح. لو عجبكم الفيديو متنسوش تدعموني بلايك، وجديد معانا يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. واي استفسار سيبوا تعليق اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله، في فيديو اخر ان شاء الله.